نعرفوا ديجا بلي المراه الحامل خلال فتره الحمل دونك يطرا عليها تغيرات فيزيولوجيه، دونك هذوك التغيرات الفيزيولوجيه راح يمسوا عده اجهزه في الجسم تاعها، منها القلب والشرايين، منها الجهاز التنفسي، مام المخ والجهاز العصبي، المعده تاعها والجهاز الهضمي. دونك هذه التغييرات كامل راح يخلونا نشوفوا بلي التخدير العام عندها راح يكون بلوس ريسكي، يعني كاين خطوره شويه زياده. نعم. بارابور للناس العاديه، دونك على جال هذا الشيء نميلوا بزاف، يعني او كونترير لازم نفضلوا في قدر الامكان انه التخدير يكون نصفي. نصف. ما يكونش عام. بيان سور يكون تخدير عام غير في الحالات المستعجله، الحالات الطارئه، ولكن تكون فريمون ما نقدروش نستعملوا هذا التخدير النصفي. والمراه الحامل دونك في مرحله الولاده دونك كاين طريقتين، سواء راح تولد ولاده طبيعيه سواء راح تولد بالعمليه القيصريه يعني لا سيزاريان. نعم. دونك التخدير كاين التقنيات اللي هاد التقنيتين سواء لا بيريدورال سواء لا غاشي انستيزي، ولي دو تكنيك رانا نستعملوهم كسوا في الولاده الطبيعيه. نعم. ولا في العمليه القيصريه. فوالا دونك نبداو بالولاده الطبيعيه، يعني في الولاده الطبيعيه اون جينيرال حنا نستعملوا لا بيريدورال، يعني لا بيريدورال هذه وشنو؟ دونك نديروا عمليه تاع حقن تاع المخدر، دونك نستعملوا ان ماتيريال سبيسيال، دونك نبلاسيوه في الظهر تاع المراه، دونك نانجيكتيوه لها في الظهر تاعها. في العمود الفقري؟ ماشي في العمود الفقري. نحسوه بلي في العمود هو بين الفقرات. نعم. سي فغي هو بين الفقرات. هو الانبوب، هو انبوب رقيق بزاف، يعني انت كي تشوفيه تقولي طويل وطويل فوالا، وعلاش؟ باش يمشي كاع لو دو تاعها ويتبلاصه هنايا، دونك ما نقعدوش نبدلوا لها في لي بوزيسيون ولا، دونك نولوا نانجيكتيو هذاك لو بو تاع صديق الطرف تاع الانبوب، طرف راهو داخل ظهرها والطرف الاخر راح يكون هنايا في الكتف تاعها اون جينيرال، باش هكا ميم كي تكون راقده ولا ما نقعدوش نحركوا فيها ولا، جوست ندو قدامها ونقعدوا نحقنوا المخدر تاعنا. دونك هذايا هاد التقنيه نستعملوها بوكو بلوس كي يكون الولاده، مرحله الولاده تكون طويله باش ما تحسش لهذوك لي كونتراكسيون، ما تحسش لهذاك السطر، باش تكون العمليه تاع الولاده يعني تسرى كيما نقولوا بسلاسه، ما تكونش متعبه ولا. والهدف تاع لابيريدورال هادية دونك حنا اون جينيرال كل ساعه نانجيكتيو شويه شاك كل فتره. نعم. صديق حنا لابيريدورال هادي واش راح دير؟ راح تنحي لها الاحساس بلا دولور، مي او ميم طون يكونوا لي كونتراكسيون ويكون يعني عمليه الولاده ولي كونتراكسيون يمشيو عادي. ودي فوا هذيك لابيريدورال كي تروح المريضه دوكا زعما باغ اكزومبل راح تولد طبيعي، في دقيقه الاخرى بالك يصراو تعقيدات، بالك البيبي ما يحملش، ولا نشوفوا بلك المراعيات بزاف، كاين امور وين. نعم. من الولاده الطبيعيه تروح للقيصريه، ثم نقدروا ميم هذيك العمليه نو في صديق مرحله الولاده، باسكو الولاده تمشي سيغ دي زور، يعني ماهيش تمتم. طيب. يعني باك ساعتين ثلاث سوايع دي فوا اربع سوايع دي فوا المريضه. طيب. تدخل صباح العياده ما تخرج حتى العشاء حتى الغد من داك ولا، يعني دي فوا مرحله الولاده تكون طويله، دي فوا تتعب المريضه، يتعب البيبي، ولا دي فوا باغ اكزومبل يتانفيكتا لو ليكيد هذاك، كاين امور كاين يعني تخليكم تعجلوا في عمليه الولاده. تما لا ديسيزيون تاع لا سيزاريان راح تكون صديق خلاص ماهيش تاع ولاده طبيعيه، هذه تاع سيزاريان نستعملوا ميم هذيك لا بيريدورال، نقدروا نستعملوها انها نزيدوا نمدوا ادويه مختلفه ولا نزيدوا في لي دوز وتولي نستعملوها في القيصريه. كاين ثاني لا غاشي انستيزي نستعملوا ا دي دوز قلال، اوليو نديرو لا بيريدورال ونديرو هذاك لو ماتيريال ايتو نقدروا نديرو كميات صغيره، يعني باش حنايا الهدف تاعنا ما نبلوكيوش العضلات تاع المراه، صدق تقعد تخدم هذوك التقلصات يكونوا والحركه تكون تقدر ما توقف. نقدروا ما نمشوها نحركوها اتسيتيرا، دونك صدق حنا ما الهدف تاعنا ما نبلوكيوهاش، دونك لا غاشي ما نبلوكيوهاش نخليوها. هذه لا غاشي تاع الولاده، لا غاشي انالجيزي سيتادير تنحي الالم فقط ما تنحيش الحركه. ولا كي نكون الهدف تاعنا ان نديرو اون سيزاريان، هنايا لا بيريدورال قلت لك نقدروا نكونفيرتيوها تولي تاع سيزاريان، وتكون في لا سيزاريان اون جينيرال اون جينيرال سورتو كي تكون مبرمجه صادير اون سيزاريان بروغرامي، تما نديروا اون غاشي انستيزي معناتها نبلوكيو كاع الحركه وكاع العضلات، تما حدير اون انترفونسيون. دونك ما كان لها نقولوا المريضه لازم تتحرك ولا تحس تقلص، ما حش تولد طبيعي. دونك نبلوكيو كاع الحركه باش نقدروا نديروا لها عمليه جراحيه ونديروا الولاده القيصريه تاعنا.